وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من تعز من اليمن يسأل سؤال ويقول: من لم يتمكن من حضور خطبة الجمعة فأتى الصلاة والناس في التشهد، هل يصلي ركعتين أم أربع؟ لا، هنا يصلي أربع ركعات لأن هنا لم يدرك صلاة الجمعة، لم يدرك صلاة الجمعة. إذا أتى والناس في الركوع وأدركهم في الركوع صلى ركعتين، لأن الركعة تدرك بالركوع والجمعة تدرك بإدراك ركعة. لكن من أتى بعد أن قام الإمام من الركوع في ركعة ثانية، سواء كان في التشهد أو بين التشهد أو بين السجدتين أو في السجود، فهذا لم يدرك أي ركعة من الجمعة، وعليه فإنه لم يدرك صلاة الجمعة، فيدخل مع الإمام ويكمل الصلاة معه ويصلي أربعا بعد أن يسلم الإمام، أي يصليها ظهرا. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. ومن هنا نقول: ينبغي الإنسان أن يهتم بصلاة الجمعة وأن يبكر إليها، فمن أتى في الساعة الأولى كمن قرب بدنه، يعني الجمل، والساعة الثانية كمن قرب بقرة، والساعة الثالثة كمن قرب كبشا أملة، والساعة الرابعة كمن قرب دجاجة، والساعة الخامسة كمن قرب بيضة. قالوا: كيف تحسب الساعات هذه؟ قال: تحسبها من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الظهر تلقاها خمس ساعات أو أكثر، فتقسمها على خمسة أقسام. أو قيل تقسم الساعة الأخيرة اللي قبل أذان الظهر، يعني مثلا لو الظهر يأتي الساعة 12 فتحسب هذه خمس ساعات من الساعة الأخيرة، تقسم خمسة أقسام يعني من الساعة 11. وإذا كان الفجر يأذن الساعة 5 والظهر يأذن الساعة 12، فإذا هنا من 5 إلى 12 سبع ساعات، تقسمها خمسة أقسام على هذا الحديث. وأيضا حديث أوس بن أوس: من بكر وابتكر، ومن غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، وزنى واستمع وانصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يحافظون على الصلاة. صلى الله عليه وسلم.